ونقول مرحبا الساعة في حلقة جديدة حلقة سادسة سابعة ثمانية تسعة ما أعرف بكتب رقم عقب. الحين بنتج بلاستيك. آخر مرة فتحنا نحن إنتاج البلاستيك خلصنا تطور البلاستيك. البلاستيك محتاج فحم ومنتجات بترولية، يعني واحد من الخطوط نحن كلنا ننتج سوليد فيول لكن نوت أنيمور. خلاص واحد منهم راح خلنا خلص، أنا قاعد أخلص الريسيرشات الصغار أصلاً. فبنحتاج بلاستيك بار في المستقبل، فخلنا نخلص الإنتاج. الإنتاج الحين نخلص نحن سوليد فيول، وكل ما نطور تتطور المنتجات وياه. فالحين شو أبي أسوي؟ بوصل فحم، صار عندنا مصدر فحم من ورا التسجيل. أنا شو سويت؟ كبرت مكان الفحم والإنتاجية مال الفحم. بس لمتى بنت بنحتاج فحم كمصدر طاقة؟ نخسره كمصدر طاقة. يمكن في المستقبل نبدل كله سوليد فيول، إذا شفنا البترول مصدر زين سوليد فيول يمكن نسوي بعد مزرعة طاقة شمسية في المستقبل. ما أعرف، بشوف أنا. يمكن خلاص نستغني عن شيء اسمه أصلا حرق ولا غير الحرق، فخذت لمجرد الطاقة. ليش؟ لأن شفت الحين في تطورات عنا سولر، بس كان مكتوب ما منه فايدة في الليل. بعدين في الريسيرش يوم نزلت في بطارية، وين صارت البطارية؟ لا متفجرات، هذه بطارية. في عنا بطاريات، بشوف البطاريات هاي معناها في تخزين طاقة. نبى نتحول من مجرد لحظة الفحم هذا ولا غيره، بنسوي منه منتوجات. دام اني قمت اشوف منتوجات، يعني مثلا هني البلاستيك، اذا بنتج بلاستيك لحظة شوف، اذا بنتج بلاستيك بحتاج فحم. فالحين قاعد اخلصه، بس مجرد اني اخلصه ما اعرف ليش قاعد يجمع. فهذا بلغيه، بنعكس العملية. صبر بخبركم انا الحين، دائما بقول بخبركم، اقول شوية بخبركم تقولوا ما اخبركم. ف بما انا بنتجه الطاقة النظيفة شكلها في اللعبة الى طاقة شمسية وغيرها وما هالامور، بتشوف الطاقات النظيفة اللي عندهم اصلا. نحن نحرق فحم على الاساس. خلنا نشيل هذا، انت بس طفرتو بصراحة. ما بخشب، بس ما بخشب، ما بخشب. حرقم حرقم، ابى اسوي شارع حقي في كونكريت، اقدر كونكريت كنكري ورمرص الشارع. فيبالي اسوي صح. اما انت بالنسبة لك يا صديقي لازم غير مكانك حبة. حطيته نفس المكان، انا كان مكان عدل، لا مكانه مش عدل ابدا، ما شبده في نص الدرب. اوكي حاولنا. تعال الفحم، الفحم انتاجه عندنا بالطن، ما تفرق. خلنا نستعمل هذا، ما بتحكل كل شيء كيبل بعد، خليه يحرق بروحه. نسوي بلاستيك، خلفتك من الفحم اللي عندي فيه. خلنا نسوي بلاستيك، منتج جديد، منتج جديد، استعملنا بلاستيك. محتاج. المشكلة إذا ما أخذت هايل أصلا في كل الأحوال هذا ما بينتج، لازم نأخذ ثلاث خطوط عشان ننتج. فمجبور أنا، يعني لو منتج واحد، منتج واحد وقفة بتوهق، وما بتوهق الصراحة. شوف شو وضع الفحم عندنا، أمورة طيبة. لا أوكي، أمورة مية مية في العسل، إنتاجه كافي للحين. ترى زدته بعد، يعني مش شوي اللي زدته، وإذا ما كفى عادي بزيد من صوب ثاني ثلاث ولا أربعة وش ما أدري، بزيده يعني عادي ماشي مشاكل. الحين هذا بداية الإنتاج. طبعا الحين لازم نطور كل شيء نحن. واللي واحد من الشغلات اللي طورتها أنا اللي هي نخزن سوائل، بيكون عندنا سلفر، بيكون هذا معناه عندنا منتجات وايد. كيف أنا عقب في الخطار في شيء ينفعنا؟ مش متأكد الصراحة، لكن أكيد بينفعنا في المستقبل. يعني
بس لازم اخزن فيهن. اصور يوم بسوي الادفانسد اويل بعدين بيستوي الشيء هذا عادي. فنحن الحين عندنا منتجها صح، خلنا نسوي ريستوك حق الريسيرش. اتمنى انه ما يكون خلص. قدام عندكم منتج جديد في احتمال انه ينفعكم، في احتمال انه خلنا نسوي 200 جريب، 200 هذا 100 هذا 100. اما الاحمر خلنا نعبي فول. انا الاحمر انتاجه سريع الصراحة، شوفوا فدايما فل عندي على الفل، دايما فل على الفل. خل اسوي لي ارمر واحد ثاني دام انه عندي ستيل. وشو ناقصني انا؟ ليش كبر بليت ناقصني ستيل؟ بعد الستيل هذا انا خلنا اشل، ابى اسوي شويه ستاك كبر بليت. كنا مسوي مكان تخزين تذكرون؟ اثنين، شوف 5 6 7 كم اقدر اوصل حدي اخليني المسلح قدر الامكان. هذه 5 6 في الدرب، استوي 6 هي استوت 6 اوكي فيري نايس. شو وضع الرصاص؟ عندي رصاص، تعال هني انت نص ثاني موزع توب. نبدل بين الأسلحة، أبدل البستول هذا بعد، سوي مكان الرشاش ولا ما يبغاله؟ ما يبغاله. أنا لازم أسوي شيء بالخشب هذا. أنا أسوي صندوق ستورج تانك، أروح أخزن. بس أنا كله سولد فيول الحين. نحن شو ننتج الحين؟ سؤال منتج اويل 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 غاز. اظن هذا غاز اللي قاعد نحاول نحن بلاستيك اصلا. بس هسوي ستورج تاك تشوف موضوعها. انزين سويت الستيل تيست مالي، بحطيه عند الريسيرش لابس. تعالوا انتو السامان اللي ما ابغاه كله هني. سحمة عندي، زحمة 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 زحمة. طلعوا برا انتو بعد زحمة. مسوي انتو مسويين زحمة كلكم، كل شيء مسوي زحمة. نفضل المكان شوي. في شغلة ثانية، الصناديق الأولية ما اظني بستعملهن، بستعمل كلها صناديق كبار. بدنا انسرتر مسوي هذا بول ما بغيته. هذا اوكي ابا سيرتر ابا، هذا ما ابا، هذا اوكي ابا خله مكانه، كان مرتب زين. الحين التانكي لو يبتو حطيته حلو، نقدر نحطيه بالنقطة ونقطة. من نقطتين لنقطتين. انا اروم اجمع في التانكي واسحب منه. اتصور سامع انا لازم ازيد انتاجية الكل احتمال. لا يبقى لمساحة اكبر، معناها حقل البترول بيكون كبير مو بصغير اذا حطيت تانكي. افتراضا خلنا نجرب بيب تانكي هنا حلو، وبسوي لي بيبات. معناها حطيت توي بيبات هناك ترى، قلت ما باهن. اوكي شكرا. سلاح طور الحين. انا قلت ما ببي بات، عقيت انا هناك بس مو مشكلة، بنسوي غيرهن. مزين بنسوي هالكتر هذا. وعنها شوف اللحن مخيف طلعت اول، شو السالفة؟ ما اعرف بيخزن شيء هذا. هل في قابلية اني اخ
شليته بالغلط. اوكي صبر انت، لازم ارد الانتاج الحين. لا بما هذا الانتاج سوي لنا بيبين زيادة. اتمنى اني اروم اطوف يعني الحركة هاي. اروم اطوف بس دمنا الحين. هذا يحصل شي تانكي، هي يحصل التانكي يعني. اروم وزع على مكان ثاني اذا احتجت منتج زيادة. ليش طلع لي الحين؟ خلنا استكشف. في احد صوبنا الحين؟ ما في احد صوبنا، بس خوفني على الفاضي. الصبح يا سجدت الشير انا. زين خلينا نشيل شوي نبغى بلاستيك. عارف انه محتاج بلاستيك. تي ريسيرش ريسيرش خلص ريسيرش كله ليفل 2 هذا كله بخلصه خلاص. هذا فاستر بلت، هذا فاستر ريسيرش، هذا شو بيطلع. هذا هو موجود تو يوم طلعت الادفانسد. هذا كان في الاحمر، كان مفروض تشيك تحت. انا يا الله هذا يبغى له ادفانس سيركت، يبغى له انجن ماكينه، يبغى له مايننج درل. يعني هذا انا يمكن اسوي له مصنع كامل عشان اسوي له اوتوميشن. يا الله اللي معانا. يلا خلنا انتج عيد. هذا معناه راح يكون عندنا خطوط انتاج ضخمة. نحن الحين بنسميه خطوط انتاج ضخمة. هذه الحلقة بتكون بداية الضخامة اظني. ها سمعت طلق نار وين؟ متأكد سمعت طلق نار انا؟ ما اعرف. بلعب بيهن كلها الميتين بس ما عندي رشاشات تنتج كفاية. بعد انا ما فولت رصاص ستيل. اوكي زي سوينا التانكي، بس تانكي ما ظني بيلحق اخزن. هاي ليش ما عندهم كهرباء؟ على اساس اني زدت الانتاج مو مصر لنا كهرباء. اوكي ولا هذا انا عقيته يوم نزلت هذا. صحيح 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 صحيح. الرادار شو مدى الاستكشافي؟ شو يسوي الرادار؟ سكتور سكانينج ان بروجرس. هل 200 الرادار اظن هو جالس يوفر الخريطة الطيبة الصراحة. انزين كنا نبى بلاستيك، نبى فيول، نبى نطور المكان. خلنا نجهز حق هذاك من الحين. هذا شو يبغاله؟ ادفانس سيركت. عندنا ادفانس سيركت نحن من الحين. لا ما عندنا ادفانس سيركت. شو اللي يفتح لنا ادفانس سيركت؟ هذا الدقدقة العشوائية هاي مصيبة ترى. هو نفسه اظن يفتح لنا ادفانس سيركت ترى. وين صار هذا؟ هذا ادفانس الكترونكس. الكتريك سيركت موجود، بلاستيك بار موجود، كوبر كيبل موجود. يعني بنسوي الامتداد ماله وين؟ بس مشكلة في باقي الشغلات اللي يبغاها. يعني هندق عليه كليك. ادفانس سيركت خلص. انجن يونت نشوف المكينة شو يبغالها. الكتريك ما نقدر شوي احتمال تخربط، بس اللي انا اعرفه شكلي بشل هذا من هني او بسوي خط انتاج كامل هني حقه. خلاص بمده من هني الانتاج الزايد. ما عندنا انتاج فايض احنا اصلا في كل الاحوال.
بنمده قدام بنسوي هاي المنطقة حق انتاجه هو فقط حق انتاج الجديد. كم عندنا كهرباء؟ ما اظن نصرف حتى النصف بعدنا. هذا performance أبالي بالperformance بعدها موجود يمشي. دربة خضر يعني بنحتاج البلاستيك اللي هني. شكله بحول هذا المصنع بيب تحت الارض لين تحت وبنتج البلاستيك تحت وبشيل الفحم من هني وبكنسل لان الفحم هذا اتصور انه بسوي شيء من هالغبيل لان انتاجه هذا بيكون شوية معنا. لحظة سيركت يباله ادفانس سيركت اجين يباله بلاستيك. المشكلة في البلاستيك انه بعيد بس ولا الكبر بار هذا مرة طيبة بنيبه ما هني اندر جراوند ما خطفه مش قضيه لان الاخضر ما بنحتاج انتاج اكثر عن هذا ما بنحتاج خلاص عندنا انتاج كافي اللي هو ساينس باك 2 ساينس باك 1 اصلا تو ماتش عندنا ما نبغى اكثر مش بالضروره يعني. وحتى هذا الجير يوصل لين هني فل لاين اوف جيرز عندنا وانتاج الانسرترز شغال بس في شغلات نفس هذا كيف اسرع في الريسيرش اظني في الريسيرش كله في الريسيرش فليمبل هذا بيفتح لي روكتري فليم ثرور يا حبيبي وخيبه قنبلة نوية هاي تشوف لكن تشوف الريسيرش اللي يبالها فليم ثرور دمج صواريخ الحين عندي اسلحة شكلي بغير سلاحي عيل ما ينفع الوضع الحين كيتس انا لازم لا 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 لازم يصير سوي ما الحصة الحين على الطاير ما بنطول ما بنطول ما بنطول بنسوي هذا وبنسوي هذا بس يبالنا شوية حديد اظني فوق في الشنطة لا حديد ما حطينا هناك حديد بعد هني يبالنا نعم هاي يبالنا بنيب لكم الحين هذا تضيفكم حصاب وفران دقة دقة وفران مو مسوي واحد اثنين نسوي انتاج لان بنحتاج نسوي كونكريت نحتاج نسوي شوي شغلات بنسوي قاعدة ببدأ اسوي طبقات حماية ما اعرف حق شو بس بسوي على الاقل ممرات نقدر نسوي اللعبة هاي مش مشكلة شو تسوي مشكلة انه في وايد لازم تسوي اذا انت تفكر مثلا لو انت تفكرون شو ممكن تسوي وانت جالس ممكن ما تخلص اصلا المفروض ان البوسيبيليتيز مالها اللي كاتبين عن اللعبة انفنت يعني غير معدودة انت شو ممكن تسوي شو الاختراعات اللي ممكن تسويها ولا شو ممكن تألف على كيفك اللعبة اوبن مرة مفتوحة ممكن تاخذ راحتك على الاخر ولا تسوي الحين بنحتاج الاوفر هيد لاينز نحتاج احتياج احتياج جامد طبعا هاي الشغلة المملة قاعد تشيل اشياء اقول بس خلاص انتهى الموضوع بس تعبت ما بقعد اشيل زيادة بالعكس رشاش رش لين اقول بس عندي رصاص انتاج رصاص شغال عندي سلاح اقوى لحظة عندي شو اسمه اقوى عند الرصاص اقوى لكن الرصاص يباله ستيل يباله كبر ويباله الاولي انا الرصاص استوى معقد بعد بس خلنا ننظر المدخل الرشاش العادي اظن الحين اموره طيبة
لحين اللعبة طويلة، فيبغالنا نكون مرتبين أمورنا من البداية. ما بوصل نص الدار وعليه هجوم وتلعوز، بس غريبة ما هجوم، المفروض يكون فيه أعداء. ممكن في الإعدادات أنا خربط شيء أتوقع. زين، واحد اثنين ثلاث، ما يبغى لهني، واحد اثنين ما يبغى لك هذا بعد، بس هذا بالزيادة، خلي الباقي عندنا. بصير أجيب الأوفر هيد اللي عندنا وبسوي في الدرب، يبغانا كم واحدة بعد أسوي. وين صديقنا هني؟ في عندنا اثنين اوفر هيد ونبا كبر. وين الكبر؟ خلنا نسوي كم من واحد، هذا الاوفر هيد يوصل له مسافة طيبة الصراحة، بس ابغى احط ليت عند كل اوفرهيد. اسوي تشوف وين الاوفرهيد رايح. زين الحين بتفيق لك، بس دقيقة. هذا ليش وصل مسافة بعد؟ ولا انا حطيتها حطة غير كان احسن. سوينا بعد اوفر هيد واحد، اوكي هاي اشتغلوا. وين ال هذا هو؟ عارف نسوي للدرب. اوكي لان بعدين في احتمال في المستقبل شو نشل حديد، فاذا شلينا حديد ما نبغى نتلعوز في الدرب. الحين ما بفضل مكان كامل بس حق، ما بخسر المكان ولا مساحة المكان كلها بس حق هذا. بسوي درب ثاني، درب ثاني يتحمل عقب حديد ولا شيء ولا تطورات مستقبلية. حاول اسوي يعني طريق زين خدر المكان. لان الحين احنا بنسوي مواد البحث الزيادة على اساس نقدر نطور البترول. خلنا نسوي ريسيرش دام انه شغال ريسيرش. خلنا نسوي ريسيرش، واهم شيء ان الواحد يكون عنده ريسيرش. ريسيرش يمكن بالنسبة لي اهم شيء هنا حاليا. في فران كهرباء انا متأكد، مستحيل ما في. نبغى برودكتيفيتي، نبغى شيء اسرع، نبغى شيء اقوى. بس هي سالفة الشير هاي خلاص، ما بقعد اقطع شير انا. اترس شنطي كلها خشب، ما بقى. اوكي هاي لفة.
انزين وصلنا وين وانا به هذا وين مش وين وانا به هذا لا والله عادي اطوفه في الوسط واذا بغيت امتد اسوي اندر جراوند مش قضيه بس اسوي اندر جراوند حقهم مش حقه افضل اقعد اذا بغيت بقعد اسوي اندر جراوند بس هاي اللي كفنا ظني حق ستيل حاليا اذا بغيت ستيل ثاني لازم اطلع انتاج مكان ثاني الفران كبيرة ما احتاج فران كبيرة حقا نحتاج لا حرام ستيل في هاي صراحة خلنا اسوي اربع من هاي اربع شو اسمه انا نبقى هاي بالطريقة وطلع المحصول كيف ابغى بالعكس هذا وبالعكس سوي اندر جراوند بلت اوكي زين سوي حاجة بالطريقة هاي نكونوا بالطريقة هاي اثنين شوفوا الحين نبغى انسرترز نبغى هاي اللي اقول انتاج برا اوكي انتاج بالعكس بنعقه في حال في المستقبل توسعت من تحت وما تلعوز مرة ثانية فيه عطي ستيل شست هذا هو ننزل الفحم لين تحت نجيب هذي الوين داخل نجيب الفحم لل محرقة حلو ما اعرف اذا اسمه صح محرقة بس يلا عمودين لان قياسي انا غلط والله ما حطي بهالطريقة هاي بصراحة مو طيب خل هذا يشتغل اموره هني تمشي وعندنا نبغى حصى ما نبغى اكثر من هاي حصى هذا وايد بعد ما بحطه كله هذا تو ماتش اصلا هذا تو ماتش شغالين هناك ترى شوف الاوفر هيد عجيب مع ليت لعبة احلى مع ليتها تصرا انزين الحين هذا قاعد تجري شو اللي هو الطابق الحين لازم انتج ابدا انتج هذا وهذا يا ابو كل ابو هذا حق الميليتري يا ساينس فاكتري الانجن يونت اين الانجن يونت يمكن لازم نسوي له ريسيرش يب ما لازم تسوي له ريسيرش انا سويت حق المايننج صح مفروض اسوي هذا بكنسل ذاك اسوي بعدين مايننج ما ابغى الاثنين بالمية مالهم بسوي مايننج بعدين بنستفيد من الاثنين في المية سوري بكنسل مايننج وبسوي لحظة خلنا نشيل هاي اوكي يا ريس كامل عجيب ابي 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 ابي
حلو حلو، انتاج 100 100. ابي انا فول مره، فول فول الكلام فول، بس ما عاد الاخضر اظن كان هاي كم حبه ناقصت لنا، بس الباقيين فول من الاخضر بعد نبقى في الحلقه الجايه نبدا نسوي هذا. بس كيف لازم يكون ريسيرش عند جنين التلحين، هبا نسوي منه شغله ثانيه حلوه ترى انتو، بس بسوي كونكريت بنسوي حركات بنسوي، بس ما بقى انا اسويها هذا الالكترونيك سيركت هني بعد بنسويها خلاص، كل شيء متوفر هني. او حتى ممكن انا بخبركم كيف ان هاي الاثنين خط واحد، ممكن حتى اسوي خط انتاج كبر كيبل ثاني اصلا، هذا موجود خط، الخط انتاج عندي موجود بيبقى اكيد قدام هني، هني بيبقى بنسوي له الحركة السحرية هاي، زين نسوي الحركة السحرية هذي، وهذا من شغلة من نسوي ميديوم بول بنحطيه هني، ولا حاطي مش هني، هذا خلنا مكانه يا حبيبي، اوه حبيبي خليه يسوي الكتريك، مش الكتريك يا اخي انسيرتر، هذا كان تسوي انسيرتر، وين الميديم بول حطيه، حلينا المشكلة، وهذا طلع هني برا، اموره طيبة، اموره جدا طيبة، طلع هني ونسوي تاج كبر، وهذا بنسوي الانتاج في خط واحد، طلع كبر كيبل من هنا خط انتاج عند كل خطوط الانتاج خلاص، وبلاستيك بار بنجيب لك اياه من هناك. فهذا بالنسبه للحلقه الحاليه، الحلقه الجايه ان شاء الله بنبدا ننتج المشروع الجديد ان شاء الله، ونشوفكم في الحلقه القادمه باذن الله، عسى تعجبكم الحلقه وتدقوا عليها لايك سبسكرايب شير وكل هذا العمل السلسله هذه، حياكم الى حلقه جديده.